بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا القسم الثالث وهو أهمية التوحيد. الآن ندخل في القسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. bunun altında biz tevhidin ahemmiyetini yani tevhidin uygulanışının muhimliğini ötüp kettik. Şuna hazır biz kitabın 4. kısmına yani 3 asas kısmına kelimiz. نعم. ما هي الأصول الثلاثة قلنا؟ 3 asas نيمة biz نيمة دوق. قناق دوق. هي bu bolsa أسئلة القبر. قبرنون سؤالları. السؤال الأول. birinci sual. من ربك؟ ربن كيم. فلو سألك سؤال الآن هنا في الدنيا من ربك بماذا تجيب؟ eğer hazır sen birisi bu dünyada Rabbin kim deyip sorsa kanak cevap verirsen تقول ربي الله sen cevap verip Rabbim Allah deysen الذي رباني ما معنى رباني يعني هو الذي خلق ورزق خلق الخلق وأمدهم بالنعم نعم sen Rabbim Allah o beni terbiyeledi deyip deysen dedi terbiyeledi degen manisi neme terbiyeledi degen birincisi halık kıldı يعني يرطي إشكينسي رزق بادي نعم هذه التربية يقوم بها البدن الخلق والرزق يعني بو تربيلاش أدم من بدنك قرطة بولدو أدم من بدنك قرطة بو تربيلاش يعني يرطيش همش نقل رزق بديش هناك تربية أعلى من هذه التربية أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب هذه تربية نعم لكن بنودن شمراق تربية با يعني الله تعالى بنودن شمراق أدم لاني تربية لدي و تربية قيسو الله تعالى پیغمبر لاني كتاب لاني أغتب أدم لاني تربية لدي بو شمراق تربية ولا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى الله تن باشتا هش قنا بر يرات كشي يوك وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب والمنفرد بتوحيد الربوبية وهو الخالق وهو الرازق لابد أن يعبد لا عبد غيره نعم شما اگر الله تعالى پروردگارلقتا بر بوسا يعني فقط بر الله تعالى يراتقان بوسا فقط بر الله تعالى رزق بيرگان بوسا بس فقط الله تعالى الله عبادت قلشمز كيرك باشقلارغا عبادت قلسا بولمايدو نعم كذلك الان اذا قيل لك بما عرفت الله ما هي الادله على وجود الله شناقا اگر سندن برسي قنداق قلب الله تعالى تونودون قنداق قلب الله بلدون دسا بونون دليلين قايسو تقول الادله كثيره جدا sen onunla cevap verip dedin ki bunun delilleri nihayet kök. وَلَا يُوْجَدْ أَحَدْ مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا وَيَعْرِفَ أَنَّهُ مَخْلُقْ عَبْدْ Kandakla bir adam olsa, iki kandakla birisi olsa, özünün yaratılganlığını bilir o. وَإِذَا كَانْ عَبْدْ لَابُدْ يَعْبُدْ الْخَالِقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Eğer her kandak birisi yaratılgan olsa, özünü yaratkanlığa ibadet kılış lazım oldu. كُلْ مَنْ صَرَفْ اَيْ عِبَادَ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُمْ مُشْرِكْ كَافِرْ كُفُرْ أَكْبَرْ Şunun için her kandak ibadetini Allah'ın başka birisi gibi birisi atap kıpkasa müşrik hem kafir buldu dedi. لَوْ مَرَّ فِي حَيَاتِ سَجَدْ لِغَيْرِ اللّٰهِ رَكَعْ لِغَيْرِ اللّٰهِ دَعَى غَيْرَ اللّٰهِ فِي مَا لَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ اللّٰهِ هَذَا هُوَ الْكُفْرُ الْأَكْبَرُ Hatta mesela ömründe bir kıtım Allah Teala'nın başka birisi gibi secde kılan bolsa, ya ki Allah Teala'nın başka birisi gibi başka birisini medet ettirgen bolsa, bu bolsa çün kufur. نعم لكن مهم جدا ان نعرف اننا لسنا أهل لإطلاق الأحكام على الأشخاص يعني لا يمكن أن أقول فلان كافر فلان فاسق فلان مشرك لا هذا ليس لي أنا هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعي نحن الآن نريد نتعلم الحكم على الأفعال أما الحكم على الأشخاص الحكم على الفاعل هذا نرجع فيه إلى كبار العلماء كفروا كفرنا توقفوا توقفنا نعم همش نقل بيا دناية بالمهمة سلبا بس هذا بيقن وقت نمس İşlerinin hükmünü uygun vardınız. Yani burada kısa kanak buldu. Bu iş kanak, bu iş kanak da işlerinin hükmünü uygun vardınız. Biz aşu işlerinin kılvatkanla doğruluk hiç neyse demedi de o dedi. Yani bu işini kıpkalan adam kapır mı, muşrik mi? Mesela palanı kapır, pukunu kapır diyen mesele bu bizge emez dedi. Bu meselelerin çoğun alımla işidi. Şunakla şeriatlik kazıyla işidi dedi. Bu meselelerin biz geçmeyemez dedi. Ya, vallahi aleyküm. Allah yakışı bir güçlü.